الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على طريقهم سار واقتفى ثم ما بعد. فما أشرف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنها مهمة الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل شرف، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سبيل وطريق الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الدعوة إلى الخير وإلى الحق وإلى طريق النور والإسلام والاستقامة، اللهم آمين. أخوكم دكتور عبد الحميد سالم، إمام وشيخ دار الحديث بأمريكا.